اهلا ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا مقرونه في الفرن بالطن كيما طلبتوها مني. ان شاء الله هوني حطيت طرف زيت وحطيت كعبه بصل قصيتها، وباش نحط عليها طرف ملح ونخليها حتى تذبل شويه. حطيت مغرفه كبيره طماطم معجونه، طماطم كونسونتري، وطبعا باش نحط شويه رند، والثوم، وفلفل احمر، والثوم المستحسن يكون فشك. بسم الله. وريحة الفلفل الاحمر برا يرحم من تكو باي كمو. وهوني حطيت شطر مغرفة فلفل احمر في كيس ماي، خليتها ليلي ولات هكا كي الهريسة العربي، كيما الهريسة العربي. زدتها ماء باش نمرق بها المقرونه، الماء هاكا يغلي نتاع المقرونه. خليني نرمي المقرونه ونجي نكمل نفوح الصوص. المقرونه هوني نعير بالقمصان هذا بويترا، نعير به نحط فيه المقرونه نعرف معناها فينا نحن ثلاثه. نحطها طوا في الماء، الماء حطيت فيه كان ملح هكا هاو، ماء المقرونه. اذا باش تعملوا مقرونه زعره حطوا في الماء الملح والزيت، واذا باش تعملوا مقرونه حمراء حطوا الملح اكهو، خاطر الزيت ما يخليش المقرونه تشرب الصوص نتاعها. هذه استوس. والريحه بسم الله ما شاء الله. ونحط نكمل نحط بقيه الافاحات نتاعي، باش نحط التابل. باش نزيد شويه اخر ثوم، خاطر شويه ثوم اذا بيكم تعملوا الاخضر، ما عنديش الاخضر، قعدت نخدم بهذايا هنا. نحطوا شويه كركم هكا باش نزيد ماء هنا. تنجموا تحطوا لها الجلبانه ولا تحطوا لها الحاجات اللي تحبوا عليها معناها. وهوني باش نحط لها شويه حبق، شويه حبق هكايا يعزز النكهه على الاخر. كمان نرمي لها ورقه رند، خليها تعقد، هي تعقد ولا نحط لها الطن؟ ريتو مسهلها سريعه وسهله. طيبوها المقرونه نص طياب ولا اكثر من نص طياب بشويه باش تكمل طيبها في الفرن. هوني الصوص نتاعي كيما تراو قرت زيتها، خليتها حتى للي طابت، ما نخليوهاش تعقد برشا خاطر عنا كيما قلت لكم المقرونه تكون هكا نص طياب هكايا. خلاص احنا قلنا مقرونه بالطن، ناخذ طن حكا طن انا خديت هكا. خلي شويه نزين بيه من فوق، هذه المقرونه بالطن هكا، ونحط فيها كعبات كبار اختياري، الكبار اختياري. بنها الريحه، الكبار والطن يسري يمشيو مع بعضهم هكا. ونحط فوق الصوص المقرونة، ونحط فوق الصوص. الغاز هنا هوني راهو مطيتو على الاخر، طبعا هاكا تغلي الصوص نتاعنا. نخلطوها بسم الله، والله ريحة عشق ما شاء الله، سختو ريحة الهريسة الفلفل الشايح والطن والكبار طالعة ما شاء الله. صاي ما نزيدش نشيحها أكثر من هكا. خديت البيريكس لهنا متاعي، حطيت فيه طرف الزيت، وطوى نحي ورقة الرند من المقرونة، ونحط المقرونة بسم الله هكا. هذه الطبقة الأولى، حط عليها
الجبن، ونزيد الطبقة الثانية، نجم تزيدوا البشاميل اما ياسر باش تولي قوية برشا، صايبوا عليكم ما ننصحكمش. والجبن اذا تحبوها تجيكم قالب من بعد المقرونة لاصقة في بعضها، كثروا الجبن بالقدا، كثروا الجبن من داخل ومن برا، ولا اعملوا لها البشاميل، البشاميل تخليها تشد في بعضها بالقدا بالقدا. يرجع لكم ليكم انتوما. نحط كعبات كبار من فوق هكا، والطن ونكملوها، نكملو تدخل تتجمر. انا مش ندخلها للفور، راهي باش تتجمر مش باش تولي لي قالب، ما عنديش فاش باش تلصق باش تولي لي قالب. وما عملتش برشا صوص، تحبوها قالب اكثر من هكا تزيدوا الصوص وتزيدوا الجبن. راني عطيتكم لي زاستوس وانتم تصرفوا. الكوشه نتاعي تسخن على اعلى درجه طوا، ندخلها في الفرن وبعد نخرجها تقريبا خليها 15 دقيقه مش برشا. والمقرونه طابت هيا، بسم الله، ان شاء الله تجربوها ان شاء الله تعجبكم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم في حلقه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله. وبسلامه.